شراب غريب وغمري. محيوس ابن شيخ. الشيخ حصل على مقال. الشيخ هتكون المهمة نتاعه صعبة أمام رقم ستة طيبي اللي راح يقوم بمهمة الحراسة نتاعه. زنير قائد الفريق واللي يلعب ثالث كأس أو رابع كأس لحد الآن، حيث لعب ثلاث كؤوس فاز بها، هذه الكأس الرابعة. بلحاش لاعب تاع فريق الاوسط، تذكر ان الفريق خطيره لقطه خطيره، لكن دفاع خلطه من زنير. قلت لا، لاعبين تاع جمعيه كيمائي وهران اغلبيتهم من الشباب واللي طعموا الفريق الوطني للاواسط والامال والاكابر بالعناصر الممتازه. فريق يعتمد كثير على العناصر الشابه و يعتمد كذلك على اللعب الجماعي النظيف. الفرق اللي برزت السنوات الأخيرة فريق عتيق على كل. بن شيخ والتجربة تاعو اليوم. شيخ في محاولة مع بلمو ما وصلش عليها. بلمو يدخل بلمو داخل المنطقة، ريح المحاولة. الحكم في وسط يقول وصل اللعب رغم التجمع تاع اللاعبين. علاقة مليحة. أجانب اللاعبين الاحتياطيين لجمعية كيميائي وهران. أول ركلية في هذا اللقاء لصالح بلحاش. بلمو صالح البلدية. التماس لصالح طاروسي. قريب زال محتفظ بالكرة لبن شيخ. الشيخ معول عليه كثير في هذا اللقاء بجانب بوسري وبويش. دفاعي دخل عن طريق بن عرماس. ثلاث دقائق لعب من بداية المقابلة. النتيجة التعادل 0-0 بين مولودية نفط العاصمة وجمعية كيميائي وهران هنا في ملعب 5 جويلية الأولمبي اللي نحيي منه أشقائنا في المغرب العربي الكبير وجمهورنا الرياضي الكريم. هذه مخالفة لصالح بويش على الجهة اليمنى. بويش لاعب فريق الأمال. فتحة والحارس مطير دخل في الوقت المناسب. مغيشي ويش روغة مليحة من بيش، لكن الكرة تفتك له. محيوس زنير قلب الدفاع وقائد فريق بلدية نفط العاصمة. مغيش غريب ومغيش اتركها لي غريب. ريحة المروغة من غريب يبحث على مساعدة. شوف المراقبة الفردية لكل لاعب. بن شيخ تحرر من المراقبة ينطلق، لكن متبوع بطيبي دايما. تركها مليحة المراوغة. زيد السرعة تاعو بن شيخ. فتحة
متير متير رائع متير رائع متير بعد القذفة تاع بن شيخ على الجهة اليمنى في الدقيقة السادسة من الشوط الأول. هذا كانت محاولة فردية من بن شيخ لكن متير كان أروع من القذفة هذه وخرجها. شوف الإعادة تاع اللقطة بالصورة البطيئة رغم المتابعة تاع طيبي لبن شيخ ضربة باش ينفلت منه نفذ الركنية. بن شيخ ضربة رأسية دفاعي دخل لمو الحكم يقول خطأ سيد قطاري. أول محاولة نقدر نسجلها في الدقيقة السادسة من هذا اللقاء. لعب بحذر كبير من الجانبين لمقابلة كأس ومقابلة نهائية ستقرر المصير من سيفوز بها أي كأس. رضوان ما توصلوش لعروسي تسفوت ثنائي خطير تسفوت و قمري رقم سبعة وتسفوت رقم ثمانية. تماس لصالح العروس الحكم مثل التماس ترجع العروس غريب باللمو العروس لكن تفوت فوت ودفاع فريق محيوس يوقف الكرة لأيتمو تهدئة اللعب من قلب الهجوم تاع الجمعية لفجاح بلم مغيشي مع بن شيخ شيخ لغريب وسط الميدان غريب كرة بالعرض تجاه أودينا رقم اثنين تركها لي غريب مرة أخرى مغيش تحرر من المراقبة يوزع كرة في اتجاه بوسري مع زوج لاعبين بوسري كم نقول تمس لسان بن شيخ مع بن ودان والحكم يقول مخالف الجمهور يهتز باللقطات الفنية المليحة الجمهور اللي يقدر بحوالي 80,000 متفرج هنا بعيدة بعيدة توزيعة تاع بويش نتيجة التعادل 0-0 بين مولودية نفط العاصمة وكيمياء إيوان. جمعية بلباس أبيض وأخضر المولودية بلباس أخضر وأحمر. محيوس انطلاقة تاع الفجاح. مليحة مليحة المحاولة بالحاج يوصل على الكرة. تمريرة ذكية والهدف. أول هدف يا سلام كان هدف رائع رائع. حقيقة كانت تمريرة ذكية من بالحاج. تمريرة في منتهى الروعة. من بالحاج شوف الإعادة تاع اللقطة بعد تهاون تاع الدفاع تمريرة ذكية من بالحاج لتسفوت رقم 8 اللي يوجد الثغرة المناسبة ويسجل الهدف. شوف تمريرة تاع بالحاج تمريرة ذكية لتسفوت اللي كان كذلك ذكي في إسكانها في شباك أيت موهوب في الدقيقة 10. هدف لصفر صالح جمعية كيمياء وهران من مولودية نفط العاصمة ويستمر اللعب بسرعة. لكل تنظن تصفوت لكنه الفجاح اللي سجل الهدف قلب الهجوم رقم 9
بكار لعب شاب رقم 10 حيوي كثير. تاس فاوت مع محيوز، يتفوق على محيوز تاس فاوت ويمرر كرته للفجاح، لكن الحارس سيد موهوب يتدخل بصعوبة. الدفاع انتاع المولودية يعاني. لاعب لكن ما يتعداش من بوكار. تبقى الكرة عند لاعبين تاع الجمعية عن طريق تصفوت. تحرك كثير تصفوت، لاعب ممتاز لجانب غمري. غمري اللي تفوق عليه محيوس. غريب اتجاه بن شيخ. شيخ حصل على مخالفة بعد التدخل تاع احد اللاعبين عليه. صار الجمعية في الأناشيد والأهازيج تحية للهدف المسجل. نعيش دقيقة 13 الآن، نتيجة هدف لصفر لصالح جمعية كيميائي وهران أمام مولودية نفط العاصمة في اللقاء النهائي. ما فيش تسلل، كل حكم لفجاح أمام زنير يفتح في اتجاه خطأ من الحارس، خرج وترك الكرة. يبقى الخطر، لكن في الاخير زنير يخرجها ركنيا. يعاني الدفاع نتاع المولودية من الهجمات الخطيرة نتاع جمعية كيميائي وهران. حقيقة كما قلت منذ بداية الوصف، فريق يتكون من عناصر شابة، اغلبية العناصر شابة من فريق الامال والاواسط. فريق اللي منتظر باش يلعب ادوار او دور رئيسي في هذه الكأس. بوكار في محاولة، بن شيخ يوقفها. الشيخ يمر الكرة ضعيفة، مش الدفاع بن أرماس. سيد كوتاري يقول خطأ لصالح الجمعية. تسفوت بالخيرة. الخيرة اللي نذكر كان سجل هدف من بعد حوالي 30 متر دور النصف النهائي، هدف الفوز لفريقه بمخالفة. هيت مهور وودينا. زنير. غريب. كرة للخصم. خذها بالحاج. طيب الحاج في التمريرات نتاعو. طيبي تعدى من بلمو. بالحاج كان يتفوق عليه مغيش. واصبح هجوم عكس لصالح بن شيخ وبويش امامه بلمو وبصري. مرها لبويش، يدخل بويش داخل المنطقه، يفتح فتحه في اتجاه بلمو. وصل عليها بلمو ويحصل على ركليه. دقيقة 15 من الشوط الأول. هدف لصفر لصالح جمعية كيميائي وهران. بلموا في تنفيذ الركنية. وبصري عدل النتيجة.
كل روعة بعد إخفاق الدفاع في إخراج الكرة من المنطقة. بعد إخفاق الدفاع من إخراج الكرة من المنطقة بصري ينفلت وكقلب هجوم ويعدل النتيجة. شوف الإعادة تاع اللقطة الصورة البطيئة باللم وينفذ باليمنى. الدفاع كان باطئ، واحد اللاعبين كان رجع الكرة وبصري لقطة فنية يعدل النتيجة في الدقيقة 15. إذا النتيجة هدف لهدف والمقابلة تنطلق من جديد الآن. والأهزيج تكثر من المدرجات من أمطار الفريقين. زنير يفتح في اتجاه بصري سجل الهدف. ذكر بصري هو الهداف تاع البطولة قبل نهايتها بأربع أسابيع. بن شيخ انطلاقة نحا مراوغة وعرقلة كم يترك اللعب. انطلاقة من جانب الجمعية الآن بالحاج، دور كبير يقوم به في المراوغة مليحة لغريب أمام بوكار. تركها لطيبي، طيبي تصعد مراوغة ذكية لكن المرة الثانية المراوغة الثانية ما تمرش. بوسري ينطلق الآن في هجوم معاكس. بوسري انطلاقة ومعاها بالخيرة انطلاقة من بوسري بنلمو يخرج وجه الهجوم على الحارس بنلمو لكن بوسري خرجها. يضيعها بوسري كانت محاولة ذكية لكن ما عرفش بنلمو بوسري كيف يعملوا بالكرة هذه وهكذا تضيع فرصة. هذه في الدقيقة 18 من الشوط الأول والنتيجة تعادل هدف لهدف بين بلدية نفط العاصمة وجمعية كيميائي وهران بلباس أبيض. للكرة عند تسفوت تركها لطيبي. غمري لاعب السابق للمنتخب الوطني جناح الأيمن السريع والخطير بالمراوغات نتاعو. معاه العروسي المكلف بحراسته ومحيوز يخرج الكرة من المنطقة. بن أرماس يرجعها طيبي. سريع اللعب الآن بعد تسجيل الهدف. بن شيخ ومخالفة يقول الحكم. الحكم يقول ما فيش احتجاج. قرار الحكم هو السيد في الميدان رغم صعوبة المقابلة. حكم لحد الآن في المستوى سيد قطاري في أول لقاء نهائي يديره سيد قطاري من الحكام البارزين على المستوى الوطني. حكم دولي. لقطة في الدقيقة 19 انتس فوت باليسرى لكن ضيع. شريط دقيقة لعب حاول لتجميد اللعب ثم الانطلاق من جانب رفاق ايتمه ابو زنير. لعب متكافئ لحد الآن. بصري فوق عليه دفاع كم يقول مخالفة لصالح غريب. غريب بلم لمو يحب يروق. زوج لاعبين معاه ما يتفوقش على بن أرمس. يبقى عنده الكرة باللمو. كثر من المراوغات باللمو ويحصل على تمس. بن شيخ على الطيبي
وقفوا لك. ترجع الكره لبن شيخ مره اخرى. يراوغ طيبي، ريح المراوغه يدخل بن شيخ داخل المنطقه. راوغ مره اخرى، وغريب غريب بالرجل اليمنى لكن كورته مشت عاليه. محاولات خطيره من جانب غريب على الصوره، لاعب دولي سابق، لعب في وسط الميدان لجانب بن شيخ. امتير بن شيخ بلمو بلمو، يراوغ زوج لاعبين، يتقدم بالكرة، يدخل داخل المنطقة، لكن ما يتفوقش على بالخيرة. خيرة لعب أساسي في الدفاع، دافع الحر. لفجاح والحكم ما فيش مخالفة، يترك اللعب. بدأ الأفضلية بن شيخ، توزيع في اتجاه بوسري كان بعيد على الكرة، ما راقبش كرته مليح، بدي يغير اللعب. بوكار طيب مامو قمري، تفضل لي يوزعها لي تصفوت، لكن محيوز تخرش الكرة. الأخير تمس لصالح بن أرقص. عيش دقيقة 23 الشوط الأول، هذا نتيجة هدف لهدف، التعادل بين بلدية نفط العاصمة وجمعية كيميائي وهران في ضمن دور النهائي كأس الجمهورية، كأس 21. ويش يلعب على الجهة اليمنى، حمل رقم 10، يتركها لبن شيخ. لا لغريب، غريب ويش، غريب بن شيخ. تمريرات قصيرة ثلاثية، ويحصل على مخالفة بن شيخ بعد المضايقة بتاع طيبي. زنير راح يقوم بتنفيذ المخالفة هذه. قوية من زنير لكن دفاع يدخل، خرج الكرة مغيش. نعروسي الشاب الناشئ قوي في الدفاع، مغيش تركها البلبو. بن شيخ يدخل، خلفة قوية لكن امتير، امتير بالمرصد. حارس بارع امتير، حارس المنتخب الوطني للأواسط سابق وللأمال. لقطة هذه في الدقيقة 24 من الشوط الأول، هذا بالحاج لعب منتخب الوطني للأواسط، إمكانيات كبيرة. زنير بوكار فوق عليها مغيشي لبن شيخ. الشيخ بويش يطلب منه الكرة، بويش ينطلق، بويش كان ما يتفهمش مع بوسري وضيع هكذا الفرصة. تلقى من طيبي لعب، لعب سريع ومتكافئ من الجانبين، في إمكانيات كبيرة. لعب جماعي، فنيات معتبرة لحد الآن، لعب نظيف فيش خشونة. بوكار قذفات قوية بالقذفة الثانية لكن بعيدة، جرب حظه من بعيد. عشرة بوكار،
مغيش. روعه من مغيشي، ترك الكره لغريب، خروج من المنطقه بالتمريرات القصيره من شيخ مع طيبي. راح يكون اول انذار، اول انذار يعطي سيغوتاري لطيبي. كان هذا في الدقيقة 26 من الشوط هذا الأول. زنير ويش لبن شيخ مع بوكار. بن شيخ حاول يغطي الكرة نتاعو، تبوع ببوكار، تعدى منه يفتح لكن بعيدة الكرة نتاعو، وجدت حتى واحد في استقبالها. عمري أصبح يلعب في الوسط الآن، سريع بالكرة، مجهود فردي يقوم به لكن ما يتعداش من الدفاع القوي لحد الآن قيادة زنير ودينا. بويش زنير بن شيخ وبصري على الجهة اليمنى ما يتفاهموش، ضيع الكرة. بوكار صالح الجمعية، طيبي، عمري، بن أرمس تشاه تصفوت لكن محيوز الظل نتاعو، افتكر الكرة ويعطيها لزنير. غريب بلمو بلمو يبحث على المربعة تجاه بوسري، فوق عليه بالخيرة. طيبي تصفوت جاب الحش، كان مغيشي يوصل عليه ويفتكل الكرة بعد مراوغة ذكية. معروس انطلاقة جديدة الآن، جانب غريب. الشيخ كان طلب الكرة لكن غريب ما فهمش معاه. عمري بالحاش تركها البوكار، عمري طيبي، منشيخ يراقب الكرة بالصدر لي وزعها لي باللمو. اللمو مع بالخيرة لكن دفاعي دخل، بن وداني خرجها من المنطقة، وزنير يوصل على الكرة وهتفتكله من طرف لفجاح ليقوم بقذفة ويتمهو بالمرصد. مهوب كان في المكان المناسب، خطأ ارتكبه زنير. بوسري الجهة اليمنى بن ودان، ويش ويش يوقفوا بالخيرة، قوي في الدفاع بالخيرة، خرج الكرة من المنطقة بسهولة ويصعد للهجوم في محاولة. بالحاج يبعث كرة عالية لكن يتمغو بيخرج الوقت المناسب. تودين لعب سريع ما فيش وقت ضيع، 30 دقيقة نعيشة، نصف ساعة لعب والنتيجة تعادل هدف لهدف بين مولودية نفط العاصمة وجمعية كيميائي وهران في نهائي كأس الجمهورية 21. ودينا تركها لبن شيخ، ودينا يوزعها لبوسري بالخيرة يدخل. نفجح والعروسي، صراع كبير بين العروسي ورضوان،
يفوز عليه بالأخير بلمو بويش مروعة. يبحث على مساعدة يوجد بوسري. على الجهة اليسرى أصبح بوسري لأنك قلب هجوم. زال محتفظ بالكرة معه بلمو مررها له قريب راقب الكرة بصدره ليبلمو يدخل قم فتحة لكن ركبية قص الكرة يلعب الكرة مع بن شيخ الركبية هذه بن شيخ تركها لبلمو بالعقب ليحة بلمو ما عرفش كيف يستغل الفرصة هذه دفاع يخرجها ركنية مرة أخرى ركنية في الدقيقة 32 النتيجة ما زالت متعادلة بن شيخ في تنفيذ الركنية بوكر الخيرة روسي فوق عليه خرجها تمس بنرمس طيب لعب وسط الميدان نشط ما تخرجش يقول الحكم بن أرماس ستة أمتار بلو حاول يرقب الكرة لكن فوق عليه بن أرماس بالخيرة بوكر بن أرماس لعب ضيف مرات ذكية من طرف اللاعبين تاع الجمعية خروج من المنطقة رغم الضغط اللي راه مضروب على المنطقة نتاعها من طرف المهاجمين تاع المولودية لكن رغم هذا فيه إمكانيات كبيرة عند الشبان تاع الجمعية وإرادة كبيرة كذلك طيبي عمري بالحاج أصبح الجهة اليمنى الآن وتمس صلح العروسي الشيخ طيب يتفوق عليه أربعة وثلاثين دقيقة لعب بن أرماس المراقبة الفردية للاعبين كل لاعب عنده مراقب مراقبة لصيقة بحيث ما تخليش اللاعبين يتحركوا تقيد الحركة تاعهم طبعا كل مدرب أعطى لفريقه تعليمات دقيقة إن الخطأ راح يكلف تسفوت باليسرى لكن زنير يخرج خرج الكرة وسري ما يتفهمش مع بن شيخ وتمشي تمس في أخطاء ترتكب في الدفاع عن المولودية اللي متفكك لحد ما غريب مغيش ركع البويش أو دينا تضيع من الكرة بوكر بعد تنفيذ التمس يبحث على مساعدة
تقدم بالكرة نتاعو في اتجاه عمري. عمري سريع 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 وخطير. عمري كنايت مهوب، يخرج في الوقت المناسب ويخرج الكرة بعد الدفع. بوسري كم يقول خرجت الكرة تمس. عمر اثنين رقم ثلاثة واللي نفذ تمس اتجاه بوكار. افتر اللعب نوعا ما في الدقائق هذه. لفجح ومعه محيوز يخرجها تمس. باس فاوت عروسي يكون موجود في المكان المناسب ويشوى باللمو. لمو في جناح أيسر، خلي كرة لبويش مروعة. بويش يتقدم، بويش قدم ويعرقل. حكم يعطيه مخالفة. ألفا ممكن تشكل خطورة على مرمى أنتير، هي جات مقابلة الحارس على بعد 20 متر من مرمى أنتير. راح يقوم بالقذف على المخالفة. زنير على ما يبدو والاختصاصي في تنفيذ المخالفات البعيدة. قيد الفريق دقيقة 37 لقطة. النتيجة مازالت التعادل هدف لهدف. هدف الأول لصالح الجماهير جاء في الدقيقة 10 من طرف لفجاح، عدل نتيجة بصري في الدقيقة 16 من الشوط الأول، أي بعد 6 دقائق من تسجيل الهدف تاع الجماهير. الدفاع يتمركز وزنير يستعد لتنفيذ، لكن بن شيخ وبعيدة. الدقائق الأولى من المقابلة كانت أسرع وأجمل من جميع النواحي، كان الفنية خاصة منها. كان بعد تسجيل هدف التعادل افتر اللعب، أصبح متجمد في وسط الميدان وكثرة الأخطاء. صراع كبير بين بن شيخ وطيبي وسط الميدان. حكم يعطي مخالفة لبن شيخ. بالخيرة فتحة طويلة في اتجاه الهجوم. زنير خطأ يرتكبه في تبرير الكرة لولا وجود دينا. بن شيخ تلقى على الجهة اليمنى الآن، تحرك كثير الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى. ويش راقب الكرة ويراوغ مراوغة جميلة لبوسري اللي كان متسلل. كان متسلل بوسري، كانت سريعة المحاولة. بوكار باس فاوت، باس فاوت لبلحاج. بلحاج كثر من المراوغات. باس فاوت الكرة تاعو تصطدم بزميله، ترجع لغريب، غريب لبوسري. بن شيخ اللي تعدى خط الوسط ويوزع الكرة تاعو بالطول لبويش، يوصل على الكرة بويش فتحة في جاب اللمو ما يوصلش عليها. لو ان الكرة تبقى عنده يراوغ.
ويوزعها لي بوكار في الأخير كل بوكار اللي ينطلق في هجوم معاكس مع تاس فوت معاه محيوز. كم يقول 6 أمتار لصالح أيت مول. بويش جانب المولودية فيه اللعب الفردي في خاصة المراوغات أكثر منها. انطلاقا من بلارمس مصلي تسفوت ترجع لبلارمس تركها لي قمري بالحاج الوسط لبوكار تو التمريرات الذكية لعب مركز بالحاج يدخل داخل منطقة قذفة قوية منه لكن يتمهوب كان في المكان المناسب. لعب ممتاز بالحاج لاعبين تاع المولودية يلعبوا في منطقة ضيقة بحيث يوجد 3 لاعبين 4 لاعبين يتبادلوا الكرة في وسط الميدان الكرات القصيرة. زنير الآن يفتك الكرة ويصعد ويش ما يمرروش الكرة كما ينبغي وتمشي لبلحاش بالخير الآن يصعد للهجوم يجرب حظه والآخر لجانب عمري تاس فوت حركة دائمة في وسط الميدان بالحاج الجمهور يصفق للقطات الفنية جميلة بالخيرة الثقوية منير محيوز وقفها بلم لمبو ثقيل في التحركات نتاعو بسري يدخل داخل المنطقة بسري معها متير حصل على لا الكرة ما تخرج متير مازال محتفظ بها وزحها في الأخير في اتجاه عمري كم يعطيه مخالفة عمري نعيش دقيقة 43 جانب المولودية اللاعبين الاحتياطيين عمري 2 يصعد للهجوم والآخر دفاع محيوز ما تفهمش مع زنير وكاد يخدع الحارس تاعو واللاعبين الاحتياطيين تاعو طيبي عمري سريع كثر من المراوغات وضيع من الكرة الوقت الرسمي طول الحكم ينتهي حيث تبقى الثواني على كل إن الوقت الرسمي بالنسبة للشوط الأول ينتهي بنتيجة التعادل هدف لهدف بين مولودية نفط العاصمة و